دمشق والصحافة خلال قرن من الزمن، عنوان المعرض الوثائقي الذي افتتح في نادي محافظة دمشق الرياضي والثقافي والاجتماعي، والذي ضم عناوين لصحف تحدثت عن تاريخ دمشق وماضيها المجيد. هدفنا أن نعيد بناء الإنسان، أن نعيد بناء الفكر، أن نعيد بناء الشخصية، أن نعزز ثقة الإنسان بنفسه وبهوياته الوطنية. هذه النشاطات ليست نشاطات عشوائية ولا هي غير ذات هدف، هي تتلاقى في هدف واحد وهو بناء الفكر والإنسان. كل جهد ينصب في هذا الاتجاه هو جهد مبارك. عندما تلتقي وزارة الثقافة مع محافظة دمشق أو مع أي محافظة أخرى لتحقيق هذا الهدف، فهذا نصر للإنسان السوري، هذا تقدم ملحوظ يشكرون عليه. في كوادر تخرجت من مشروع بكرة إلنا محافظة دمشق، نقلت رسالة، نجحوا بمعارض خارجية، في معارض شاركت بدول بالصين مثلا، وبعض الطلاب اللي بهذا المعرض عم يتدربوا انتقلوا إلى جامعاتنا، جامعة الفنون وجامعة العمارة، كليات العمارة وكليات الفنون. الحقيقة هون صار توسع للصالات الرياضية أيضا، عم نحاول الجيل الناشئ يلتهي بالرياضة والثقافة ويمكن حاله لنبني مجتمع ووطن سليم. بكل معاني الحب لدمشق، دمشق الأصالة والتاريخ، دمشق الثقافة، دمشق النبض العروبي، وشاركت في هذا المهرجان من خلال المعرض الصحفي الوثائقي رقم 265 بعنوان دمشق والصحافة خلال قرن من الزمن. أبرزت من خلاله 36 عنوانا لصحف صدرت في دمشق منذ عام 1923 لغاية 2021، تتعلق في ثقافة دمشق ومواقف دمشق وعادات دمشق والكلمة الحرة التي كانت في دمشق. المعرض ضم 36 عنوانا لصحف صدرت من دمشق تتعلق بثقافة دمشق ومواقفها، ويصف ما تناولته الصحافة منذ عام 1923 إلى يومنا هذا في مختلف الفعاليات الثقافية والرياضية والسياسية.